السلام عليكم ورحمة الله. بداية نقصب الصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واذكر الله لا إله إلا الله. الكل يعرف بالزلازل اللي صارت بتركيا وبسوريا من 5 أيام. بالبداية اللهم يا رب يرحم جميع الأموات ويبعثهم من الشهداء والصالحين. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. طبعا يا إخوان هذا قضاء الله وقدره، وبدنا نآمن بقضاء الله وقدره خيره وشره. هذا ابتلاء من الله، وأدعو الله عز وجل والكل يدعي أن اللهم يا رب ارفع عنا البلاء ولا تحاسبنا بذنب غيرنا، لأنه بالأخير هذه حكمة الله عز وجل. وكمان كل إنسان عنده فقيد اللهم يا ربي يجبره ويصبره على المصيبة اللي صارت معه. طبعا يا أخوان هذا اللي شي صار يعمنا نحن بشكل كامل، لأنه يا أخوان والله العظيم والله العظيم من 5 أيام للأمانة يعني صابتنا ضيقة بشكل مو طبيعي، وعسى الله أن يفرج علينا. اللهم يا ربي الناس اللي تحت الأنقاض اللهم يا ربي يفرج عنهم، الناس اللي صارت بدون مأوى كمان اللهم يا ربي يفرج عنهم. وكمان يا إخوان شكرا من القلب لكل إنسان سأل عني ماهر أنت بخير أهلك بخير. الحمد لله أنا وأهلي بخير والحمد لله ما عدنا أي شيء، ولكن يا إخوان والله العظيم المصاب والجرح واحد، سواء للأهل اللي بسوريا والأهل اللي بتركيا، عن جد إشي تقشعر لها الأبدان، ولكن هذا قدر الله وما شاء فعل، وبدنا نآمن بشيء الله اللي يكتبه إنه، وعسى الله اللهم يا ربي يخفف عنا ويبعد عن كل الأمة الإسلامية الشر والأذى ويرفع عنا البلاء. طبعا يا إخوان أنا طلعت بهذا الفيديو لأطمنكم عن نفسي وعن أهلي، الحمد لله نحن كنا بخير. زائدا يا إخوان بعد ما أمنتج هذا الفيديو وأشوف رابط للتبرعات لمنظمة تكون مضمونة أحط لكم إياه بالوصف، أتمنى كل شخص يقدر يتبرع عن نفسه وعن أهله لو كان بقيمة دولار واحد، ممكن تفيد شخص بدون مأوى بدون تدفئة بأي مكان. تعرفون يا إخوان الناس منكوبة بشكل مو طبيعي، يعجز اللسان عن الحكي والله يا إخوان. طبعا ما بطول عليكم، حطيت لكم الإعدادات الحساسية. طبعا يا إخوان ما لعبت صار لي 4-5 أيام ببجي بشكل جدا قليل، أدخل وأطلع من اللعبة فقط يا إخوان، ما أعرف شو أحكي يعني للأمانة، يعجز اللسان عن الوصف. انتبهوا على نفسكم، اللهم يا رب يرفع عنا وعنكم البلاء، دمتم في رعاية الله، سلام.